يسعد مساكم جميعا. اليوم إن شاء الله بنبلش بسكشن 12.4 بيحكي عن الكروس برودكت. تمام، بيحكي عن إيش اللي معناها الضرب التقاطعي. تمام، نبلش في الكروس برودكت. بحكي لي إنه حاصل ضرب المتجه A ضرب B كروس بينهم، وليس حاصل ضرب نقطي زي ما أخذنا بـ 12.3 بيساوي متجه C. في النقطي كنا نحكي عبارة عن A دوت B عبارة عن سكيلر، بيطلع معي في الأخير رقم، بس هون حاصل الضرب التقاطعي بيطلع معي عبارة عن متجه. تمام، حيث أن هذا المتبي، تمام، هذا C is a vector perpendicular to both B and A. تمام، بعامد كل من المتجه A, B و A، يعني رح يكون عندك هون C معامد للمتجه A و C معامد للمتجه مين؟ للمتجه B. شو يعني طيب اللي هي أخذنا برضو 12.3، شو يعني C بعامد A أو C بعامد B؟ معناها خاص للضرب النقطي لإلهم شو بيساوي؟ متجه زيرو. صح؟ زيرو. ليه؟ لأنه هي قال إنه A دوت B هون شو بتساوي؟ تساوي اللي هي A في B في كوساين الزاوية عشان تطلع عبارة عن صفر، وأنا عندي ما في يعني A و B متجهات مش صفر، بيطلع عندي عشان يطلع عبارة عن زيرو معناها بيطلع كوساين 90. كوساين التسعين، يعني إيش؟ فكوساين يعني بين يعني شوية تسعين، هاي عبارة عن الزاوية ما بين A و B. إذا إيش؟ أنا عندي هون مش A و B، هون هون أنا عندي A و B، هون عندي C دوت B مثلا تساوي زيرو، معناها إيش؟ هون C بتعامد B، ونفس الإشي C دوت A بتساوي زيرو، يعني إيش؟ يعني C بتعامد A. تمام؟ فحاصل الضرب التقاطعي بيطلع معي عبارة عن حاصل ضربهم متجه، هذا المتجه بعامد كل من المتجهين A و B. تمام؟ تمام. في إشي هون إنه عبارة عن حاصل ضرب التقاطعي ل A ضرب B بيطلع عندي متجه C، بيكون الاتجاه على قاعدة اليد اليمنى، بس هون يعني ما رح نحتاج الاتجاهات تقريبا، إنه كلها عمليات حسابية. نشوف إيش، نشوف كيف. طيب كيف بضرب A ضرب B؟ لما أخذنا A دوت B عرفنا إنه A1 B1 A2 B2 هيك. طب هون حاصل الضرب التقاطعي، حاصل الضرب التقاطعي اللي هي A بيساوي عبارة عن إيش؟ محددة هون I لحظة J K، هيك هيك ببلش اللي هي في عملية الضرب I J K. هون شو بحط؟ طبعا هون إذا كان عندي المتجه A على صورة A1 A2 A3، كان عندي المتجه B على صورة B1 B2 B3، فلما أجي أضرب A ضرب B ضرب تقاطعي هون بحط A1 هون A2 هون A3 هون B1 هون B2 وهون إيش B3. تمام، وهذا طب كيف بدي أضربه؟ هاي إيش أنا عندي إياها محددة، كيف بوجد المحددة لهذا؟ زي ما تعلمنا يعني بالمدارس أعتقد، اللي منخبي هذا مع هاد، أول شيء نحط اللي هي إيش؟ I، نحط I في حاصل إيش؟ محددة اللي هي هاي، كم محددة اللي ضل؟ اللي عبارة عن A2 B3 ناقص A3 B2، بعدين زائد اللي هون أنا طبعاً ننسى شلون في عندي إشارات، زائد ناقص زائد، هيك بعتمدها. نشوف الأرقام هسا بتوضح بتوضح أحسن يعني، نشوف مثال. example بحكي لي A بتساوي اللي هي واحد اثنين سالب واحد، وبي بتساوي ثلاث زيرو اثنين. بحكي لي اوجدي لي A ضرب B، شو بعمل؟ هيها بدي اوجد A ضرب B، شو بعمل؟ بحط المحددة، يلا شو بك، شو بحط فيها؟ بحط نفس ما حكينا قبل شوي I J اوكي بحط
اللي هي إيه؟ 1 2 سالب 1 3 0 2، هاي موجب سالب موجب، بحطهم ببالي هدول. تمام، أبلش إيش؟ أبلش عملية الضرب. أول إشي شو بعمل؟ بكتب، بحط آي هيك، بكتب بحط آي. تمام، اللي أول إشي دخبي الصف الأول مع العمود الأول، وباخذ لي هاي، هاي كم؟ اللي هي آي. إذا الصف الأول مع العمود الأول بحط آي، الآي مضروب بكم؟ هيها بفتح قوس، اللي إيش ضل عندي لما أجي أخطب هاد؟ ما حد شو بصفي عندي؟ بصفي عندي 2 سالب 1 0 2، بدي أوجد محددتهم. كيف محددة؟ اللي هي مثلا عندي هي على جنب، عندي مثلا هون A B C D، هاي كم محددتها؟ عبارة عن حاصل ضرب القطر الأول ناقص القطر الثاني، يعني هاي ناقص هاي، اللي هي شو بتساوي؟ A D ناقص B C. تمام، هون نفس الإشي، أنا شو عندي؟ صفت معي إنه هو عبارة عن اللي هي محددة، لا اللي هي كأنها صارت 2 في 2، يعني 1 0 2، هاي كم محددتها؟ 2 ضرب 2 4 ناقص سالب 1 0 اللي هي 0، 4 ناقص 0 4، إذا مضروبة بـ4. بعدين إيش هاي إشارة الآي؟ مالها إشارتها موجبة. هسا أنا عندي هون إشارة الجي، بحط جي سالب مضروبة في كام؟ يلا مظبوط، بحط ناقص، يعني هي اشارتها سالب 2 ناقص سالب 3. بشيل العمود الثاني شوي، اللي بشيل اه اللي هاد مع هاد، لحظه لا بشيل اللي هي اللي بالنص، انت العمود اللي هي الاول شلناه مع هاد، اقصد اشيل هاد، لحظه شوي. هينا بدنا ايش؟ ناقص جي، اللي هي اللي بشطب ايش؟ بشطب هاد، شو صفى عندي؟ اللي هي 1 سالب 1 3 2، هاد كم محددته؟ 1 ضرب 2 2 ناقص 3، يعني كم؟ 5، صح؟ يلا زائد اللي هي كي، في ايش مضروبة هاي؟ طب ايش العمود هاد؟ شو صفى عندي؟ 1 2 3 0 0 3 ناقص 0 6، يعني سالب 6، سالب 6 صح؟ تمام. إذا شو صارت معي؟ صارت معي اللي هي 4i ناقص 5j زائد ناقص برضو 6k، صح؟ تمام. هسا هذا عبارة عن إيش؟ هذا المتجه، اللي هذا عبارة عن متجه، عبارة عن حاصل A ضرب B، شو بيساوي؟ بقدر أكتبه كمان على صورة إيش؟ اللي هو 4 سالب 5 سالب 6. تمام، هسه لو جيت اعمل دوت برودكت ما بين الـ4 سالب 5 6، تعال ناخذهم شفويات مع الاي، اي دوت هاد اللي على فرض كان هذا المتجه اللي سميناه اي ضرب بي اللي بيساوي سي، فرضا هيها اللي هي سي تساوي اللي هي اي ضرب بي، اللي 4 سالب 5 مين؟ 4 سالب 5 6 مع اللي هي 1 و2 و1، نيجي نضربهم، اللي هي 1 ضرب 4 4 زائد 2 ضرب سالب 5 سالب 10، يعني كم بصفي عندي؟ سالب 6 زائد سالب 1 في سالب 6 6 6 زائد سالب 6 0. هاي فعلا حاصل دوت برودكت ما بين ال A وال C، طلعت معي اللي هي عبارة عن C جاي من حاصل الضرب التقاطع على A ضرب B، طلع معي 0. وال B لو بدي أجي أضربها نفس الإشي، 3 في 4 12 زائد 0 زائد سالب 12، بطلع معي عبارة عن 0. تمام؟ تمام. نشوف بعض الخصائص. هسا ايش احنا اخذنا؟ اللي هي لما بلشنا بالنقط حاصل الدوت برودكت ما بين A و B، حكينا A دوت B هي نفسها B دوت A. طيب هل هون A ضرب B بيساوي B ضرب A؟ هون لا، هون A ضرب B تساوي سالب B ضرب A. تمام، سالبها. إذن هون ليس تبديلي، مش زي اللي هي الضرب النقطي. تمام، نعمل كمان شغلة، هاي مثلا أول واحدة. 2 A ضرب B، عملت لها ضد برودكت مع A، مين يعطيني جواب بسرعة؟ هسا عملنا زيها،
لي هاي ليه مش حكينا A ضرب B عمودية على كل من A و B، إذن هاي حاصل ضرب النقطة بين هو بين A رح تطلع زيرو. طبعا ننتبه إنه هون أنا عندي ضرب نقطي، يعني رح يطلع معي جواب سكيلر وليس متجه. صح، لو حكيت لي A ضرب B كل آياتها ضد B نفس الإشي، كان بيطلع الجواب برضو صفر. ناخد ثلاث A ضرب A، شو بتساوي هاي؟ هاي بتساوي صفر. بس ايش صفر شو؟ صفر سكيلر ولا صفر متجه؟ فيكتور. تمام بقول لك اسماء. تمام اسماء بتكتب اشارة شات بقول لك عكس الاشارة. فيكتور هذا اللي قبل اللي هي A ضرب B تساوي سالب B ضرب A. هاي هون A ضرب A بتساوي زيرو. طبعا هون ننتبه انا عندي هون اللي هي حاصل ضرب تقاطعي، فالجواب ايش؟ مش سكيلر، الجواب متجه. نشوف شغله ايش اخذنا اللي قبل، اللي اخذنا هاي قبل اللي مهمة هاي. طبعا اخذينها اللي A دوت A بتساوي طول A تربيع. نشوف اللي A ضرب B شو بتساوي هسه. A ضرب B عرفنا كيف نوجدها، تمام. طيب بس ايش اللي ايش تعرف كمان على هاي الصورة؟ هي عبارة عن حاصل مين؟ طول A ضرب B. هناك كنا نحكي A دوت B لحالها، هون طولها ل A ضرب B شو بيساوي؟ طول A في طول B في ساين الزاوية يلي محصورة ما بين ال A وال B، تمام. هون ثيتا نفس الاشي رح تكون محصورة ما بين مين؟ هون ثيتا تنتمي للفترة من زيرو للباي. هون ننتبه هسه، هون هل ممكن يطلع معي جواب سالب؟ لا. ايش؟ لا ليش؟ لانه هون هاد شو هاد؟ طول. الطول ما عمره ما بيطلع سالب. مستحيل سالب. الجواب هون دائما بيطلع معي جواب موجب، تمام؟ واصلا شو؟ اصلا انا عندي هون هاد شو؟ هذا الطول موجب. دائما موجب الطول. نفس الاشي هذا الطول موجب. ساين الزاوية انا بحكي من زيرو لباي، يعني الربع الاول والربع الثاني، والساين في الربع الاول والثاني برضو دائما موجب. تمام، فبيطلع دائما اللي هي ايش؟ لكن في دوت برودكت ممكن موجب ممكن سالب، لانه اول شغلة انا ما بتعامل مع طول، كانت الاي دوت بي لحالها وليس اي ضرب بي طول. بالضبط، وكان في كوساين. انه انا عندي هون كوساين زاوية، هناك كوساين 180 موجب سالب. في الربع الثاني كوساين ماله سالب. سالب. تمام. نشوف شغلة. بحكي لي اللي هي خمسة. خمسة. بحكي لي حاصل ضرب التقاطع على A ضرب B بيساوي زيرو. متى هاي؟ إذا وفقط إذا. متى هاي؟ نرجع لمين؟ نرجع لهون. متوازيات. متوازيات ليه؟ عشان يكون الزاوية بينهم كام؟ زيرو. أو هس هاي شو يعني متوازيات؟ يعني أنا عندي مثلا هذا المتجه، تمام؟ وهذا المتجه، الزاوية بينهم كام؟ صفر. صفر. أنا هاي الزاوية أو هذا المتجه وفوقه كمان متجه، برضو كم الزاوية بينهم؟ برضو صفر. برضو طيب صفر. هذا المتجه وهذا المتجه 180 طب هذا المتجه بيوازي هذا المتجه، يعني حتى لو هذا المتجه وفوقه كمان متجه، هذول الاثنين يعتبروا متوازيات. فعندي هون اللي هي حاصل الضرب التقاطعي لـ A ضرب B بيساوي زيرو، إذا وفقت إذا إيش؟ إنها الـ A مالها؟ إنها الـ A بتوازي B. شو يعني A بتوازي B؟ يعني بقدر أكتبها على صورة A شو بتساوي؟ C في B أو B تساوي C في A، يعني واحدة منهم المضاعفات الثانية، صح؟ حيث طبعاً إنها C constant و C مالها بتنتمي إلى R.
خدناها في السكشن اللي قبل، انه شو يعني متوازيات، يعني بقدر اكتب اللي هي متجه على صوره حاصل ضرب كونستانت يعني ثابت مضروب في اللي حكيت اقتران صح، اللي هي قصدي متجه، اللي هو ايش شو يعني متوازيات، يعني بقدر اكتب اللي هي صوره اللي هي المتجه الاول على صوره اللي هي ثابت مضروب في المتجه الثاني. تمام تمام نشوف ايش، نشوف شغله مثلا ناخذ هنا find area of parallelogram consist of متجه A بيساوي 3 سالب 2 0 والمتجه B واحد اثنين واحد. هون بحكي لي اوجدي مساحة، هاش معناها بارلوغرام، معناها متوازي الأضلاع. تمام بحكي لي اوجدي مساحة متوازي الأضلاع اللي بيحتوي على المتجهين A تساوي 3 سالب 2 0 B تساوي 1 2 1. هون في عندي دي مساحة متوازي الأضلاع يعبر عنها بالشكل التالي، تساوي طول A ضرب B. تمام هاي المساحة، المساحة شو بتساوي؟ عبارة عن A ضرب B بضرب ضرب تقاري وباخذ الطول. تمام تمام بس أنا عندي هون إيش؟ أنا عندي عندي اللي هي A ضرب B. تمام شوي هيها A ضرب B اللي هي شو يعني؟ اللي هي عبارة عن 3 ناقص 2 0 بدي أضربها ضرب تقاطعي مع مين؟ مع 1 2 1 بعدين أخذ الطول. تمام في عندي طريقة ثانية إني إيش؟ إني أوجد هسا على المحددة، في عندي طريقة ثانية إني إيش؟ إني أوجد اللي حاصل ضرب تقاطعي لمثل هيك. تمام اللي هي اللي هي تعال نكتبها، اللي هي أنا عندي إياها A بتساوي حكينا 3 سالب 2 0. تمام مش هاي نفسها بقدر أكتبها على صورة 3 I ناقص 2 J، وعندي المتجه B شو بيساوي؟ بيساوي واحد اثنين واحد. هاد كيف بقدر اكتبه؟ على صورة I زائد اثنين J زائد K. K زائد K صح؟ تمام هسا شو عندي؟ اللي هاي بقدر اكتبها اللي هي 3 J. انا ايش بدي اوجد؟ بدي اوجد هون، انا هون A ضرب B لحالها هاي قبل ما اوجد الطول، بعدين نوجده شو بتساوي؟ 3 I ناقص اثنين J كلياتها بدي اضربها في مين؟ ضرب واحد اللي هي ضرب اي زائد اثنين جي زائد مين زائد كي. تمام هون كأني بضرب ضرب عادي، شو بعمل هيها؟ ثلاثة اي ضرب اي شو بتصير؟ ثلاثة اي في اي كم؟ اي في اي كم؟ صفر. ليش صفر؟ لأنه قبل شوي حكينا اي ضرب اي شو بتساوي؟ تساوي زيرو. هون نفس الشيء اي ضرب اي صفر، إذا نقول رح تطلع معي عبارة عن زيرو زائد ستة ثلاثة اي زائد طبعا على جنب بدي نوضح شغل عشان يكون سهل علينا، اللي هي لما اضرب اي مع جي بطلع كي او سالب كي. مزبوط. لا كي بطلع هاي شوي هذا شيء فيزياء نحفظها نحفظ هاي الخارطه اي جي كي. اي في جي ايش بعطيني؟ بعطيني كي. كي جي في كي ايش بعطيني؟ بعطيني اي. تمام اما العكس العكس بصير سالب. هاي ها لو العكس هذا اذا بديش امشي بالمحدد صح؟ هاد بديش امشي المحددة. شو صارت عندي هون شوي؟ 3 اي زيرو زائد يلا 3 اي في اي اللي زيرو زائد 3 اي في 2 جي شو بتطلع؟ 6 في اي ضرب جي. اي ضرب جي كم؟ اي في جي بيساوي كي. اي في جي بيساوي كي يلا زائد اللي هي 3 اي في كي. عندي هون اي في كي شو بعطيني؟ العكس هيها اي في كي شو بعطيني؟ اي في كي جي لا سالب جي. اي سالب جي. يلا اللي هي 3 في 1 3
اللي هي ناقص 3 كي. مظبوط. يلا نشوف هاي جي في اي، جي في اي كم؟ سالب كي صح؟ وانا انا شو عندي؟ عندي ناقص 2 بسالب كي يعني زائد 2 كي. مظبوط مظبوط. يلا وين صرنا هون؟ جي بي اي هسه هون صرنا. يلا سالب 2 في 2 عندي سالب 4 صفر. جي في جي كم؟ 0 في 0 صفر. يلا اذا 0. بعدين عندي هون ناقص 2 في جي في كي كم؟ جي في كي جي في كي اي اي اذا ناقص 2 اي. شو بتساوي هاي؟ عندي هون 6 كي ناقص 3 كي 3 كي زائد 2 كي 5 كي صح؟ صح. او لحظة شوي، 6 ناقص 3 كي هاي كي. لحظة شوي ليش هاي كي؟ شو هي؟ صفر ما هي واحد. إيه. لا لا بحكي عن هاي اللي هي هون. انا عندي 3 في اي، دي اي في كي. هاي اي في كي حكينا سالب جي بس جي في كي اسف. يلا هاي صارت عندي 6 كي و2 كي 8 كي صح؟ إذا هون عندي نبلش في الترتيب أحسن، إنه خلي اي جي كي. أنا عندي هون اي ما حاش إشي، إذا سالب 2 اي. اللي هون عندي زيرو خلص شطبت هاي. هون عندي 3 جي ما حاش إشي برضه، سالب 3 جي صفى مع الكي 6 و2 إذا زائد 8 كي. تمام؟ إذا اللي هو بقدر أكتب على صورة إيش؟ سالب 2 سالب 3 8 مظبوط؟ لكن أنا شو طالب؟ طالب مساحة، وأنا المساحة حكيت اللي هي تساوي طول A ضرب B، A ضرب B هيها. طيب كم طولها هاي؟ يلا تحت الجذر اللي هون المساحة هاي الأريا هاي كم؟ اللي يلا تحت الجذر لمين؟ سالب 2 تربيع 4 سالب 2 تربيع زائد 9 زائد 3 تربيع زائد 64 صح؟ صح. يساوي جذر 7 70 تمام؟ تمام. هاي ايش؟ هاي مساحة متوازي مين؟ متوازي الأضلاع. نشوف الأريا of triangle. مش أنا بعرف إنه مساحة المثلث تساوي نص مساحة متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع شو مساحته؟ طول A في B. إذا مساحة المثلث شو بتساوي؟ تساوي نص نص طول A في A ضرب B. يعني كم يعني كم رح تطلع معي هون؟ تساوي نص جذر 77 تمام؟ إيه شو اسمه؟ إيه نرجع نأكد على بعض الشغلات اللي هي ضربي شو بيساوي؟ يساوي طول A في طول B في ساين الزاوية المحصورة. وكمان إنه إيش؟ إنه حاصل اللي هي الجواب هذا حيكون يعامد مين؟ بيعامد لنا من A ويعامد ويعامد ايضا ب. تمام تمام. نشوف ايش نشوف بعض الخصائص كمان. نكمل على بعض الخصائص اللي حكيناهم قبل شوي. بحكي لي هون ايه وانا نكمل على الخصائص. بحكي لي هون A مضروبة في B زائد C هون إيش تتوزع؟ تساوي A ضرب B زائد إيش زائد A ضرب C. تمام؟ هون A ضرب B زائد C تساوي A ضرب B زائد A ضرب C. بس شو بدي أنتبه؟ بدي أنتبه على شغلة إنه لما أجي بنتبه على التوزيع، يعني A في B بعدين A في C. إيه بس يعني مش أجي أحكي دي هي إيش، يعني أحط مثلا هون هي نفسها B زائد C مضروبة في A بعدين أجي أحكي B في A زائد B في C. لا ننتبه إنه إيش، إنه بالضرب التقاطعي مش تبديلي، فبالتالي بنتبه هون A في B زائد A في C بالترتيب. هاي الأولى. اثنين
بحكي لي مثلا A dot ضرب تقاطع لمين؟ ل B ضرب C. شو بيساوي؟ A تمام هون شو بيساوي؟ يساوي A ضرب B حاط كلياته ماله dot C تمام؟ يعني هون A dot B في C هي نفسها A ضرب B dot C. هاي بعض الخصائص. بس أصلا شوي هسا هل هون ضروري أحط الأقواس ولا لا؟ إيش حكيتي؟ مين يحكي لي هون ضروري أحط الأقواس ولا لا؟ ضروري. إيه ليش؟ بدي ليش؟ لأن رح يختلف الجواب لو ما حطيت الأقواس أو غيرتي محلهم. لا بس شوي أحكي لك شغلي. هسا لو أنا ما حطيت الأقواس على جنب ها شوي مستحيل أضرب A في cross product يعني. يعني لو أضرب A dot B بدي أعطي سكيلر مستحيل أضربه بفيكتور عن طريق الكروس. مظبوط يعني مظبوط أنا هون لو عملت A dot B ضرب C لحظة هيها A dot B ضرب C هي هون A dot B ضرب C. لو أنا ما حطيت الأقواس روح ضربت حاصل ضرب نقطي ما بين A dot B خلاص شو بعطيني الجواب؟ مشان بعطيني سكيلر. هل بقدر أضرب سكيلر ضرب متجه C؟ لا. فهون يعني الأقواس مش ضروري لو حطهم لأنه خلاص معروف إيش يعني أصلا ما بقدر. فلا خلاص ما بقدر أضرب A dot B بعدين أضربه في Z. فأول إشي بضرب B ضرب B بعطيني إيش؟ بعطيني متجه. بعدين باجي أضرب A dot B زي ما تعلمنا سابقا تمام؟ وضحت؟ نشوف كمان خاصية ثلاث A ضرب B ضرب C شو بتساوي هاي؟ تساوي A dot C B ناقص A dot B هون C تمام؟ يعني هون A لحظة تمام. شو يعني هون A ضرب B ضرب C؟ شو بتساوي؟ حكينا هون عبارة عن A dot C B ناقص A dot B C. طيب نفس الاشي انا هون ما حطيت. هل هون ما بين ال A dot C مع ال B ما حطيت هل هي تقاطعي او هل هي نقطي؟ طيب ايش مفهومها هاي؟ يعني انه ما في بينهم ما في الفيكتور B. ايش A dot C بدي اعطي سكيلر نضربه في الفيكتور B. مظبوط. يعني كأنه صار عبارة عن 2 في B. يعني كأنه صار عبارة عن constant في B. مش هاد جوابه إيش؟ هاي هاد جوابه كم؟ هاد جوابه scalar بضربه في B. يعني كأنه صار constant في B. يعني لو كانت B مثلا B1 B2 B3 أجي أضربها في 2 مثلا بتصير 2 B1 2 B2 2 B3 صح؟ صح تمام. هاي هي إيش؟ هاي بعض الخصائص مهمة اللي إيش بدنا ننتبه عليها. نيجي هون نحكي عن ايه الفوليوم للبوكس تمام. هون ايه لحظه هون بدي اجي اتعلم كيف ممكن اوجد مساحه اوجد لي الحجم تمام لبوكس. شو بصير هون؟ هاي الفوليوم هون بيساوي A dot B ضرب C تمام؟ دي شو بتساوي هون؟ هاي كيف ممكن أضربها؟ إحنا أخذنا قبل شوي B ضرب C لحالها بدون ما تكون معي A تمام؟ بس هون كيف هاي ممكن أضربها؟ باجي بحكي الـ A هي عبارة هون A1 بحطها بدل الـ A والـ J والـ K. A1 A2 A3 تمام؟ بحط هون الـ B اللي هي نفسها B1 B2 هون B3
3 والسي نفس الشيء هون سي 1 هون سي 2 هون سي 3 تمام. لما اجي اضرب بضرب بشكل طبيعي زي ما اخذنا قبل شوي بس مثلا هون بدل ما احط الاي مضروب في محدده البي 2 هون شو بحط هون بحط اي 1 تمام. او ايش او بي ضرب سي زي ما تعلمنا قبل شوي بحط اي جي كي بي 1 بي 2 بي 3 سي 1 سي 2 سي 3 بطلع معي جواب بطلع معي عباره عن متجه هذا المتجه بعمل له حاصل ضرب نقطي مع الاي تمام. بس هاي دي بشكل مباشر نطلعها كامله مره واحده. ايه لحظه هسه لو كان عندي مثلا المتجه اي مكتوب على صورتها هي اي 1 زي ما حكينا اي 2 واي 3 وكان عندي المتجه بي مكتوب على صورة بي 1 بي 2 هون بي 3 كان عندي أيضا المتجه سي مكتوب على صورة بي و إيه سي 1 سي 2 سي 3 تمام. بحكي لي هل هدول الثلاث متجهات كوبلينر أو لا؟ شو يعني كوبلينر؟ هل هم كو أور نط؟ يعني كوبلينر معناها هل هدول الثلاث مستويات هدول الثلاث متجهات على نفس المستوى ولا لا؟ عشان اعرف هل هم كوبلينر او لا ايش باجي بحكي انه المتجه بيكون هدول الثلاث متجهات بيكونوا كوبلينر اذا وفقط اذا نفس الاشي اللي A دوت B ضرب C بيساوي زيرو تمام. اذا لما يجي يسالني يعطيني ثلاث متجهات ويحكي لي هل هدول الثلاث متجهات كوبلينر او لا بطبق انه بروح بشوف A دوت B ضرب C هل بتساوي زيرو؟ اذا كانت بتساوي زيرو كوبلينر اذا لا لا تمام. تمام نشوف مثلا نشوف سؤال بالارقام ناخذ اكزامبل هاي ناخذ مثلا اللي هي ال A بتساوي 1 4 سالب 7 وناخذ ال B بتساوي 2 سالب 1 4 وناخذ ال C بتساوي 0 سالب 9 18 احكي لي هل هدول كوبلينر or not. شو بروح ببحث في هاي انها A دوت B ضرب C بتساوي زيرو ولا لا؟ كيف بدي اجي اضربها؟ بدكم اجي اضرب B ضرب C بعدين اعمل A بعدين اضرب نقطي في A ولا خلاص مرة واحدة؟ بعملها مرة واحدة. يلا شوف A دوت B ضرب C شو بتساوي؟ بحط محددة بعد بحط A هي 1 4 سالب 7 بعدين 2 سالب 1 4 وآخر إشي 0 سالب 9 سالب 18 تمام. نفس الإشي هاي مالها موجب سالب موجب. يلا كيف هاي؟ أول إشي بحط ليك واجي بسطب لي هذا مع هذا كأنه يلا بحط إيش؟ بحط الواحد مضروب في مين؟ مضروب في محددة لي هاي سالب 1 في سالب 18 18 ناقص سالب 9 في 4 يعني بتصير سالب 18 ناقص ناقص 36 يعني سالب 18 زائد 36 صح؟ بعدين شو باجي بحط ناقص 4 في مين؟ هي الأربعة هيها اللي بصير عندي 2 في سالب 18 ناقص 0 صح؟ الاثنين في سالب 18 اللي هي سالب 36 مظبوط؟ مظبوط. لحظة بس هون أنا مخربش في نقل مش 18 ليش حاطة سالب هاي موجب وبالتالي لما أجي هون سالب 1 18 سالب 18 حتى أنا ضربتها غلط يعني ضربت أساس إنها ضربت على أساس إنها موجب بس على أساس إنها موجب بس أنا كاتب سالب تمام. هيها سالب 1 في 18 سالب 18 ناقص ناقص 30 هون سالب 4 في 2 في 18 36 ناقص 0 يعني هاي موجب 36 تمام.